قالت لا للأحزاب الدينية، أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات تابعة للحملة، وده عشان تتابع أداء البرلمان الجديد، وانعقدت جلسته الافتتاحية أمس الأحد، ومراقبة ورصد أعضاء حزب النور والتيار الديني داخل البرلمان. طبعا يعني ده موضوع مهم جدا، واحنا معانا على تليفون استاذ محمد عطيه، منسق حمله لا للاحزاب الدينيه. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك ازاي انجي حضرتك، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدينا الكرام. هل حضرتك متخوف من اداء حزب النور تحت قبه البرلمان؟ اولا احنا طبعا بالنسبه للبرلمان 2018 و2016 برلمان، هو البرلمان بعد ثورتي 25 يناير و30 يوليو وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا هناك تخوف واضح جدا بخصوص ال 12 عضو داخل البرلمان ومسؤولين حزب النور، وايضا احنا تم كشف الواضح في مجموعه من المستقلين ايضا داخل البرلمان ينتمون الى جماعه الاخوان المسلمين، ومنهم ايضا احزاب ذات او تيار ديني داخل البرلمان. هو الموضوع كله حوالي اكثر من نقول بشكل واضح 20 شخص ينتمون الى التيار الاسلامي داخل البرلمان الحالي، ولكن هيتم رصد كل الاعضاء التيار الاسلامي وما فيهم اعضاء حزب النور، هم 12 عضو، والمتقلين اللي ينتمون الى التيار الاسلامي السياسي هيكون في رصد لكل خطواتهم، لكل مداخلاتهم، هيكون في رصد حقيقي للممارسات بخصوص النواب البرلمان حاليا. احنا شفنا بالامس النائب احمد الشريف، هو بالفعل هو بدا ان نائب من حزب النور يقرا القران في جلسه الافتتاحيه مع القسم بخصوص البرلمان، دي علامات استفهام كثيره جدا. احنا شايفين في علامات تعجب بخصوص اعضاء حزب النور، عشان كده هيكون في مراقبه وغرفه عمليات ورصد وانتهاكات واضحه ليه الاعضاء حزب النور والتيار الاسلامي. بس يا استاذ محمد، مش كتير انكم يعني تقوموا بمراقبه حزب النور او اعضاء حزب النور فقط، يعني وهم يعني 12 نائب بس؟ هو يا فندم هو مش 12 نائب بس، انا قلت سابقا قلت لحضرتك هم شخص ينتمون الى التيار الاسلامي السياسي، منهم مستقلين داخل البرلمان. ده رصد حقيقي اللي يعتبر المرشحين اللي كانوا موجودين في البرلمان الحالي، هم كلهم 20 شخص، منهم 12 من حزب النور، وايضا المجموعه الاخرى ينتموا الى التيار الاسلامي السياسي تحت غطاء او تحت قناع المزيف تحت التيار المدني. احنا قلناه في حمله لا للاحزاب الدينيه اكثر من 6 شهور، واعلنا الاسماء لاسماء ان احنا رافضين التيار الاسلامي السياسي داخل البرلمان، ولكن طبعا الشعب المصري وصاحب الكلمه الاولى والاخيره هو اللي رشح الاعضاء بامر بالصندوق، ولكن احنا علينا هو النتيجه النهائيه للمرشحين لاعضاء حزب نور والتيار الاسلامي السياسي هيبان بشكل واضح في الجلسات البرلمان الفتره القادمه، وهيبان بشكل الحقيقي لحزب النور والتحالفات اللي هيعملها حزب النور مع المستقلين اللي ينتمون الى التيار الاسلامي السياسي.